اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خالد، تقييمك بقى لبيتسو موسيماني وجهازه الفني خلال 8 شهور او 9 شهور من العمل مع النادي الاهلي كمدير فني، كاول مدير فني افريقي يكون متواجد في النادي الاهلي. سبع بطولات او ست بطولات، خد 5 وخسر 1 وبرونزيه كاس العالم. لا يعني احنا لو هنيجي نتكلم على مستر بيتسو موسيماني، طبعا هو مدير فني ناجح بكل المقاييس. طيب البطولات اللي دخل فيها كلها اخذها، شكل فرقه النادي الاهلي شكل كويس جدا، الاداء الفردي والجماعي بالنسبه للاعبين كان على اعلى مستوى. واكبر دليل على كده ان احنا قدرنا ناخد البطولات اللي اشتركنا فيها. طيب فطبعا تقييمنا لبيتسو موسيماني، يعني هنقول ايه، مدير فني كبير بيقرا الماتشات، كوتش كبير بيقرا الماتشات كويس. يمكن في بعض الاحيان الظروف لما بتبقى معاكسه شويه يعني، وده وضع طبيعي. ممكن ان هو في تغيير في مره، لا هو المدير، ولكن في المجمل لا طبعا مدير فني كبير وناجح بنسبه 99%. المدير الفني برضه يا كابتن بيجهد ذهنيا وكل حاجه، يعني طبعا عشان الناس ممكن تكون بيجهد، هو كفايه التفكير في تشكيل الفرقه، في اعداد الفرقه، في التغيير، في قرايه الماتش. لو هو واقف وذهنه مش صافي في حاجه هو بيفكر فيها بتأثر عليه. لازم يكون المدير الفني ذهنه صافي، ما فيش اي ضغوط عليه، على اساس يقدر يقرا الماتشات كويس ويقدر يغير ويعمل تغييرات. فبرضو انا نقدم الشكر للكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط على اختيار موسيماني. ما انت اخترت مخاطره كبيره في الاول، مخاطره، ولكن طبعا ثقه في عينيهم هم. أيوة. وفي دراستهم لامكانيات موسيماني ومتابعته، لان انت برضو صعب قوي ان انت تجيب مدرب افريقي وينجح. أيوة. هم جابوا مدرب افريقي ونجح، كسب بطولتين، لان هو يعرف كل الفرق على مستوى افريقيا. مظبوط. اللي انت بتلعبها، فدي كانت طبعا. وفكره كمان يا كابتن ان هو اندمج بسرعه جوه الثقافه المصريه والجمهور الاهلاوي، واعتقد ان ده برده مش اي حد يعمل كده. لا طبعا هو واضح ان شخصيته، هو طيب، يعني هو واضح ان هو شخصيته طيب جدا وعشري جدا، تعلق باللعيبه وبالجهاز وتعلق بالبلد. وتعلق بمجلس اداره والكابتن محمود الخطيب، يعني هو حابب النادي الاهلي. حب الاجواء، وانا يمكن شفت له تصريح مره قال لك انا بحمد ربنا ان انا موجود في النادي الاهلي. اذا كان موسيماني بقى بيقول كده، ما بالك اللعيبه بقى اللي موجوده هتقول ايه. فطبعا نعمه النادي الاهلي نعمه كبيره جدا، لازم على كل واحد موجود جوه النادي الاهلي يصون هذه النعمه. يعني انا سالت حضرتك السؤال ده ليه؟ لانه في بعض المدربين الاجانب اللي جم مصر الحقيقه ما قدروش ان هم يتاقلموا مع الموضوع، بالتالي ده يحسب برضو البيتسو. طبعا. وهو مبسوط جدا، يعني انا معلوماتي ان هو متاقلم جدا ومبسوط جدا بمصر وسعيد جدا بوجوده في النادي الاهلي. فدي برضو حاجه من الحاجات الكويسه، ان انت تجيب مدير فني ليه اسم وخبره ويقدر يتعايش ويقدر يتاقلم في العيشه جوه مصر. في العيشه. طيب الجهاز الفني ودور بيتسو موسيماني واضح جدا، ولكن بقيه الجهاز، كابتن سامي قمصان، بقيه المدربين اللي موجودين معاه، من وجهه نظرك حضرتك برضو شايفهم ازاي؟ لان الحقيقه كابتن سامي قمصان ودوره الكبير، وبعد كده هبقى ارجع بقى اتكلم على الاداره وكابتن سيد عبد الحفيظ. لا سامي طبعا، يعني كابتن سامي من المدربين كويسين جدا، الواعدين جدا. أيوة. مخه كويس، فكره كويس، برضه هو كوتش كويس، يعني هو بيقرا الملعب كويس، عنده امكانيات فنيه. أيوة. محترم. فسامي طبعا من الكوادر كمان اللي اكتشفها النادي الاهلي. أيوة. وفعلا هو قد المسؤوليه ويستحق ان هو يكون في هذا المكان. يعني امكانيات فنيه عاليه، بيقرا الملعب بشكل كويس جدا، ويمكن في الفتره الاخيره كنا واحنا بنتابع الماتشات واحنا بنتفرج كنا بنشوف تدخلاته الفنيه مع موسيماني بيروح له يساله. مظبوط. طبعا ودي مش من فراغ، الثقه لما تيجي من المدير الفني ان هو يسمع للمساعد بتاعه، دي ما بتجيش من فراغ. مظبوط. يبقى اكيد المدير الفني مقيم امكانيات سامي، امكانياته الفنيه كبيره. فطبعا يستحق ان هو يكون موجود.